راديو الأهرام يقدم حدثنا الراوي مع خالد كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، مستمعي راديو الأهرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حدثنا الراوي. كل عام وأنتم بخير، أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم وعلى مصر والمسلمين بكامل الصحة وموفور السعادة والإطمئنان يا رب العالمين. اليوم نتحدث عن أحد سادة التابعين، فهو ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، الإمام الزاهد الحافظ، مفتي المدينة أبو عمر وأبو عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ولد رضي الله عنه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمه أم ولد. ولقد كان معروفا في زمانه بعلمه وتقواه وفتواه وورعه. ولقد كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: إن أشبه أولاد عمر بعبد الله بن عمر وبعمر هو ابنه سالم، وأشبه ولد عبد الله به هو ابنه سالم. ولقد كان سعيد بن المسيب يقول: إن أشبه ولد عمر بن الخطاب بعمر بن الخطاب هو ابنه عبد الله، وأشبه ولد عبد الله به هو سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ولقد كان سالم من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم. ولقد حدث عن أبيه وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وحدث عن غيرهم، وروى عنه ابنه أبو بكر ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي والزهري وعبيد الله بن عمر. ومن أهم ملامح شخصيته أنه عرف في زمانه بزهده وورعه، وقال عنه الإمام مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. ويروى أن أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان كان عام حجه إلى بيت الله الحرام، فإذا هو بسالم بن عبد الله فقال له حين لقيه: يا سالم، سلني حاجتك. فقال له: يا أمير المؤمنين، والله إني لأستحي من الله تعالى أن أسأل في بيته غيره. فلما خرج سالم خرج هشام في أثره، فقال له: يا سالم، الآن قد خرجت من بيت الله الحرام، فسلني حاجة. فقال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك: من حوائج الدنيا يا سالم، ما لي وحوائج الآخرة؟ فقال له سالم: إني ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ وكان سالم خشن العيش، يلبس الصوف الخشن، وكان يعالج بيده أرضا له وغيرها من الأعمال، ولا يقبل من الخلفاء أعطياتهم وهداياهم، وكان متواضعا، وكان شديد الأدمة، وله من الزهد والورع شيء كثير. فلما قال سالم لأمير المؤمنين ذلك، قال هشام بن عبد الملك: اللهم ارزقنا يقين سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وفي يوم عرفة تبعه هشام بن عبد الملك، فنظر إليه فرآه في ثوبين متجردا، فرأى كأنه فيه حسن، فقال: يا أبا عمر، ما طعامك؟ قال: الخبز والزيت. فقال هشام: الخبز والزيت؟ كيف تستطيع الخبز والزيت يا أبا عمر؟ قال: أخمره فإذا اشتهيته أكلته. قال: فوعك سالم ذلك اليوم، فلم يزل موعوكا حتى قدم المدينة. ولقد بلغ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من زهده أنه لم يكن ليجمع شيئا إلا للدار الآخرة، وكان ما في بيته من أثاث لا يساوي شيئا، فقد آثر أن يجهز داره في الآخرة على دار الدنيا. وقد دخل عليه ميمون بن مهران فيما روي عنه فقوم كل شيء في بيته. قومه أي أراد أن يعرف كم يساوي من المال، فما وجده يساوي 100 درهم. ودخل عليه مرة أخرى فما وجد ما يساوي ثمن طيلسان أو ثمن إناء فارسي كان معروفا عنده. وأما عن علمه رحمه الله فكان يعد من علماء أهل المدينة، لذا كان مرجع أهل المدينة في الفتوى. وقال علي بن الحسن العسقلاني عن عبد الله بن المبارك: كان فقهاء أهل المدينة الذين كانوا يصدرون عن رأيهم 7، أي أن الناس يأخذون فتواهم عن 7 من علماء المدينة،
منهم سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وخارجة بن زيد بن ثابت. قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها، أي رجعوها معا، ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم فينظرون في مسألته فيها ثم يصدرون. وكان مجلسه ومجلس القاسم بن محمد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا تجاه خوخة عمر بين القبر والمنبر، ولقد كان وقافا عند حدود الله. ومن ذلك ما يرويه عطاء بن السائب أن الحجاج دفع إلى سالم بن عبد الله سيفا وأمره بقتل رجل، فقال سالم للرجل: أمسلم أنت؟ قال: نعم. فقال له: امضي لما أمرت به. قال: فصليت اليوم صلاة الصبح؟ قال: نعم صليتها. قال: فرجع إلى الحجاج فرمى إليه السيف وقال: إنه ذكر أنه مسلم وأنه قد صلى صلاة الصبح اليوم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا وقال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. قال الحجاج: لسنا نقتله على صلاة الصبح، ولكنه ممن أعان على قتل عثمان. قال سالم: ها هنا من هو أولى بعثمان مني. فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال: ما صنع سالم؟ قالوا: صنع كذا وكذا. فقال عمر: مكيس مكيس، أي ذكي ذكي. وكان سالم بن عبد الله ناصحا له ولرسوله وللأئمة المسلمين. ولما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز كتب إليه يقول: قول يا عمر، هذه رسالة سالم إلى عمر، يقول: يا عمر، فإنه قد ولي الخلافة والملك قبلك أقوام فماتوا على ما قد رأيت، ولقوا الله فرادى بعد الجموع والحفدة والحشم، وعالجوا نزع الموت الذي كانوا منه يفرون، فانفقأت عينهم التي كانت لا تفتأ تنظر لذاتها، واندفنت رقابهم غير موسدين بعد لين الوسائد وتظاهر الفرش والمرافق والسرر والخدم، وانشقت بطونهم التي كانت لا تشبع من كل نوع، ولوث من الأموال والأطعمة، وصاروا جيفا بعد طيب الروائح العطرة، حتى لو كانوا إلى جانب مسكين ممن كانوا يحقرون وهم أحياء لتأذى بهم ولنفر منهم بعد إنفاق الأموال على أغراضهم من الطيب والثياب الفاخرة اللينة. كانوا ينفقون الأموال سرافا في أغراضهم وأهوائهم ويقترون في حق الله وأمره، فإن استطعت أن تلقاهم يوم القيامة وهم محبوسون مرتهنون بما عليهم وأنت غير محبوس ولا مرتهن بشيء فافعل، واستعن بالله، ولا قوة إلا بالله سبحانه. هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، جده عمر بن الخطاب أحد وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه عبد الله بن عمر الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وسالم ابنه الذي قال لنا: فما رؤي عبد الله ينام من الليل إلا قليلا، إنهم خيار من خيار من خيار، وهو غصن من دوحة مورقة وارفة الظلال، أولها عمر بن الخطاب وهو من نسله وعقبه. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم والمسلمين مع هذا الجيل الرائع الذي تربى على يد النبي وتربى على يد صحابته رضي الله عنهم أجمعين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج حدثنا الراوي مع خالد كامل.